صلى عليك الله يا نور الهدى، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله، يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أتت حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. سورة الغاشية من السور المكية التي نزلت في مكة، وسبق لنا في الحديث من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية، وأيضا ثبت عنه أنه يصلي بهما الجمعة بهل أتاك من سورة الأعلى والغاشية. الله تعالى ابتدأ هذه السورة بأداة من أدوات الاستفهام، هل أداة من أدوات الاستفهام، هل أتاك حديث الغاشية، أي هل جاءك حديث الغاشية يا محمد، هل جاءك حديث الغاشية، أي هل جاءك حديث القيامة التي تغشى الناس. في كلام المفسرين، يعني منهم ابن عباس رضي الله عنه، قال إنه قبل نزول هذه السورة لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم حديث الغاشية بما في سورة الغاشية، أي بالأوصاف والصفات التي جمعها الله تعالى في هذه السورة، لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزلت عليه مثلها. هل أتاك حديث الغاشية، وفي تفسير آخر هل بمعنى قد، أي قد جاءك، فيكون الاستفهام هنا هل بمعنى قد، فتخرج عن كونها استفهامية، لكن الأولى أنها تبقى على أصلها، أي أنها هي للاستفهام، أي هل للاستفهام. وأتاك بمعنى جاءك، أتاك أي جاءك، هل جاءك حديث الغاشية. وقد فصل الله تعالى يعني يوم القيامة في سور من القرآن، فصلها وفصل كيف تقوم، كيف يعني تقوم الساعة وأهوالها في منها في أول سورة الحج وبغيرها من السور. والساعة هي من الأمور الداهية
أي العظيمة كما قال الله تعالى في سورة القمر والساعة أدهى وأمر، ساعة أدهى وأمر. وذكرنا الحديث التي في صحيح مسلم وأنها لا تقوم على إلا على شرار الخلق، وأن المؤمنين يبعث الله ريحا من اليمن ألين من الريح ألين من الحرير، فلا تدعوا نفس مؤمنين إلا قبضتها قبل الساعة، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق أي على أهل الكفر والضلال وهكذا. ثم الله سبحانه وتعالى لما استفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهل جاءك حديث الغاشية، ذكر الله تعالى ما يلقاه أهل النار والعياذ بالله في جهنم، فقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة أي ذليلة عليها التمسكن والفقر والذل الصغار، فكانوا في الدنيا يتكبرون على عبادة الله يستكبرون عن عبادته كما قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين، داخرين معنى صاغرين حقيرين، فتحول كبرياؤهم واستكبارهم وعتوهم في الأرض إلى ذل، إلى ذل واحتقار، فكانوا يتكبرون في الدنيا. فلما بعثهم الله تعالى يوم القيامة بعثهم صاغرين حقيرين، ولهذا الله قال وجوه يومئذ خاشعة، الخشوع هو التذلل والتمسكن، ومنه الخشوع في الصلاة، لأن المصلي إذا خشع في صلاته لك ساقصة وتذلل لله تبارك وتعالى وأظهر له الافتقار أنه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ خاشعة، وخشوع الصوت هو يعني خفاؤه، خشوع الصوت هو خفاؤه، ومنه قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات أي خفيت الأصوات فلا تسمع إلا همسا من شدة الهول يوم القيامة. وجوه يومئذ خاشعة كما قال الله تعالى عليها غبرة ترهقها قطرة أي تملأها ذلة. وقد ذكر الله تعالى الوجوه المراد بها أصحابها يعني أصحاب أهل النار، لأن وجه الإنسان هو هو الإنسان، وجه الإنسان هو الإنسان، ولهذا يقال احفظ وجهك، معنى احفظ وجهك أي احفظ سمعتك فلا تكدرها بسوء السمعة، احفظ وجهك، فوجه الإنسان هو الإنسان. ولهذا الله تبارك وتعالى يعني إذا كنت في سرور وفرح فيظهر الفرح والسرور على وجهك، وكذلك إذا كان الإنسان حزينا مهموما يظهر هذا على وجهه، فالوجه هو صفحة الإنسان كما يقال، هو صفحة الإنسان كما يقال، هو لوحة الإنسان كما يقال. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر الوجوه والمراد بها أصحابها كله. وجوه يومئذ خاشعة أي دليلا، لأنها شاهدت وعاينت ما تلقاه من العذاب والعياذ بالله، خاشعة عاملة ناصبة، عاملة أي عاملة يعني في شقائها، عاملة في شقائها، لأن النار والعياذ بالله هي الشقاء،
وهي التعب عاملة ناصبة، أي تعبة عاملة في جهنم والعياذ بالله، فتعاني من المسار ومن العذاب وهي في تعب ونصب والعياذ بالله. والتعب هو نوع من العذاب، التعب هو نوع من العذاب. قال المفسرون أي أنها كانت لا تعمل بطاعة الله فعملت في النار، كانت لا تعمل بطاعة الله ولا تنصب للعبادة ولا تنصب للعبادة فعملت في 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 النار وتعبت فيها، تعبت فيها عاملة ناصبة. فلما عطلت العمل في الدار الدنيا عاقبها الله تعالى بجنس العمل، لما عطلت الأعمال الصالحة وعطلت العبادة والتوحيد عاملها الله تعالى في الدار الآخرة بعمل هو أشق وأتعب، عاملة ناصبة. النصب هو التعب، النصب هو التعب وشدة التعب، إلا أن نصب الدنيا ليس يعني نصب الآخرة ليس كنصب الدنيا، فنصب الدنيا هو قليل بالنسبة لي. يعني إذا حصل للإنسان تعب أو نصب في الدنيا فليس هو كنصب الآخرة وتعب الآخرة والعياذ بالله. أولا أن نصب الدنيا يفوت، ولكن نصب الآخرة لا يفوت وهو دائم والعياذ بالله، عاملة ناصبة. أي وقيل إنها عاملة أي كانت عاملة بالمعاصي وتنصب وتتعب بها في المعاصي والذنوب، يعني في الدنيا كانت تعمل وتنصب في المعاصي، وهذا بالنسبة كذلك أن أصحاب المعاصي كذلك ينصبون ويتعبون في أفعالهم، كما أن أهل الطاعة كذلك يتعبون وينصبون بطاعة الله تبارك وتعالى، لأن كل يعمل والعمل فيه نصب وتعب، فتجد الناس في طاعة الله ينصبون ويتعبون إما في العبادة وإما في استيقاظ في الليل والذهاب إلى المساجد أو طلب العلم إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى جهد وإلى عمل وإلى تعب في كذلك أهل المعاصي تجدهم يسهرون الليالي ويسافرون وهكذا وهم يعملون ويتعبون، ولكن عملهم وتعبهم تحول في الدار الآخرة إلى شقاء وعذاب والعياذ بالله، وتحول تعب المسلمين المؤمنين تحول إلى سعادة وسرور ونعيم في الجنة. يعني هذا ما يقال، إما أنها تعمل في الدار الآخرة من أجل لأن الشقاء في جهنم هو عمل شاق والعياذ بالله وجهد، يعني لأن العياذ بالله أهل النار مقيدون بالسلاسل والأغلال، إذ السلاسل في أعناقهم إذ الغلال في أعناقهم السلاسل يسحبون في الحميم يسحبون على وجوههم في نار جهنم، وهذا كله عمل والعياذ بالله، يعني يفوت العمل الشاق، يفوت العمل الشاق بكثير والعياذ بالله، فأهل النار والعياذ بالله يسحبون على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، نحشرهم يوم القيامة على وجوههم أي يمشون في نار جهنم على وجوههم والعياذ بالله، كما يمشي كما تمشي الثعالب والعياذ بالله. هذا كله يفسر هذه الآية التي في قوله تعالى عاملة ناصبة والعياذ بالله، فعمل الآخرة هو يعني عذاب أهل النار، ونصب والنصب في الآخرة هو عذاب أهل النار، ولهذا الله قال في أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب أي تعب، يعني الجنة لا يمسهم فيها نصب،
فدل على أن النصر هو نوع من العذاب في الآخرة. فلما نفى الله تعالى النصر على أهل الجنة أهل السعادة، علم أن أهل النار لهم النصر، أي لهم تعالى، لا يمسهم فيها النصر. دليل يعني دليل الآية أن المؤمنين لا ينصرون ولا يصيبهم التعب ولا النصر. مفهوم الآية أن غيره من أهل النار ينصرون ويتعبون، وهذا ظاهر في كلام العرب. فكلام العرب أحيانا لما يقول الشيء منفيا عن الشيء معنى أن ضده يحصل له نفس النفي، هكذا هذا يسمى منطوق والمفهوم في كلام العرب. وهذا قول الله تعالى لا ينسوا فيها نصر، يعني هو كذلك بيان لقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. والآية في هذا المعنى كثيرة، الآية في هذا المعنى يعني كثيرة، إذا جمعت يعني ما قص أخبار الله تعالى به عن أهل النار تجد فيها يعني هذه الأتعاب وهذه الأنصار وهذه الشدائد وهذه الأبواب وهذه أنواع العذاب وأنواع المحن. نسأل الله العافية لأهل النار، لأن الله خلقهم للعبادة، خلقهم الله للعبادة وهم لم يعملوا خيرا قط، أي لم يروحوا من الدنيا بعمل خير قط. فلو أن لهم أعمال لنجاهم الله تعالى من العذاب، وحتى لو دخلوا إلى النار لخرجوا منها، كما يقع لبعض الموحدين من عصاة الناس، من عصاة هذه الأمة. فلما راحوا من الدنيا وعاشوا فيها ولكنهم لم يعملوا خيرا قط، عاقبهم الله تبارك وتعالى لما يستحقونه، لأن الله خلقهم للعبادة، خلقهم للطاعة، وهم عبيد له، فتجرأوا على هذه العبودية واستكبروا عن هذه العبودية وهو خالقهم ورازقهم. فلما تكبروا عن عبادة الله تبارك وتعالى عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذا العقاب الذي هو في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المسلم العاقل يجب أن يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى ويحرص على طاعة الله تبارك وتعالى، وليعلم وليتيقن أن الله خلقه للعبادة، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أدى الإنسان هذه العبادة استحق عليها الجزاء قدام الآخرة، وإذا هو أهمل هذه العبادة وغفل عنها ولم يهتم بها عاقبه الله تعالى يعني بالعذاب. هذا عدل الله، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الخلق. فأهل النار كذلك في الدنيا يعني يتعبون وينصبون في المعاصي وفي الشهوات المحرمة وفي السيئات وإلى غير ذلك من الأمور. فكأهل الطاعة أيضا يتعبون ويعملون في طاعة الله تبارك وتعالى. قد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، أي كل الناس يتحرك، فبائع النساء، أي كل الناس يبيعون النساء، فمعتقها وموبقها. فكل يعني هذه الدنيا مبنية بناها الله تعالى من السنن الكونية، أن هذه الدنيا هي للحركة للعمل، هذه الدنيا للحركة وللعمل. ولهذا الله قال في سورة الزلزال فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، وكذلك ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل الناس في لهم عمل، كل الناس يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكل عمل يحتاج إلى جهد وإلى تعب. قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ثم أخبر الله تعالى عن جزائها مع العذاب ومع الشدة ومع العمل ومع النصر. يعني ما يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أحوالهم ويعددها، يعدد أنواع العذاب التي
الذي يلاقونه يعني أهل النار والعياذ بالله، يعادي الله تبارك وتعالى خاشعة عاملة ناصبة كلها صفات لأهل النار. قال تصلى نار حامية، تصلى نار حامية أي تدخل نار حامية أي شديدة الحرارة والعياذ بالله، تقابل تصلى تقابل جهنم ونار جهنم والعياذ بالله حامية أي بلغت في الحرارة نهايتها والعياذ بالله، تصلى نار حامية أي هذه الوجوه تقابل نارا حامية والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. فهم أمام النار، هم داخلون بها وهم يقابلونها ويواجهونها بوجوههم كما قال الله تعالى تشوي الوجوه والعياذ بالله، تشوي الوجوه نسأل الله العافية والسلامة. فنار جهنم لا يقدر عليها الإنسان، ولكن نظر لجهله ونظر لغفلته يتمادى في المعاصي، يتمادى في السيئات وفي الذنوب، وهو لا يدري عواقب الذنوب وعواقب السيئات، فإن عواقب الذنوب وعواقب السيئات يترتب عليها عذابا ليس كعذاب الدنيا والعياذ بالله. فلهذا المؤمن لما يقرأ هذه الآيات أولا يأتيه الخوف من الله والخشية من الله تبارك وتعالى، إن الله يقص علينا ويخبرنا على أهل النار لنتجنب نحن ما فعله أهل النار، ونتجنب أعمال أهل النار الذميمة الشريرة، نتجنبها ونتقيها حتى لا نقع فيها. فنخاف من الله سبحانه وتعالى ونخشى الله تبارك وتعالى، وأن نتجنب ما فعله هؤلاء الناس الذين استحقوا هذا العذاب والعياذ بالله. فالمؤمن يعني يقرأ هذه الآيات ويخاف على نفسه، يخاف على نفسه، ثم يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. قال تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، الصلي هو المقابلة، الصلي هو المقابلة والعياذ بالله. تصلى نارا حامية بقراءة تصلى، تصلى مبني للمفعول، تصلى نارا حامية، وفي قراءة بلية يصلى نارا حامية، يصلى نارا حامية، وكلها قراءة صحيحة. وفي قراءة أخرى شاذة تصلى نارا حامية، وكلها بمعنى واحد، تصلى أو تصلى أو يوصلى أو تصلى، كلها تؤدي إلى معنى واحد، وهو أن أهل النار يواجهون نار جهنم بوجوههم والعياذ بالله. تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية، تسقى أي تشرب والعياذ بالله. والعياذ بالله النار تحتاج إلى ماء، النار تحتاج إلى ماء والعياذ بالله، ولكن هؤلاء أهل النار يسقون من عين آلية، آلية أي شديدة الحرارة قد بلغت حرارتها إلى نهايتها، آلية أي شديدة الحرارة، آلية يعني وصلت بحرارتها إلى النهاية، ما بقي لها حرارة يزاد بها والعياذ بالله، آلية، آلية والعياذ بالله. فآلية اسم الإناء أو الأوان، لا آلية أي شديدة الحرارة، كما قال الله تعالى في سورة الرحمن يطوفون بينها وبين حميم آن، وبين حميم آن، حميم آن أي شديد الحرارة قد انتهت حرارته، يعني نهاية حرارته، بلغت حرارته إلى النهاية والعياذ بالله، يعني نهاية والعياذ بالله. هذا هو معنى آنية أي بلغت حرارة هذه العين التي يسقى بها أهل النار، بلغت حرارتها إلى النهاية والعياذ بالله. تسقى من عين آنية
ثم قال الله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، أي أن أهل النار لا طعام لهم، لا طعام لهم، وإنما طعامهم ضريع. والضريع اختلف فيه أهل التفسير، فبعضهم قال الضريع هو شجر يعني تأكله الإبل، وهو شديد الحرارة، شديد المرارة، شديد المرارة، وأن الإبل تأكله لما تجوع ولا تجد شيء ما تطعم به تأكله، وهو لا يزيدها إلا هزال، أي لا تسمن الإبل في هذا من هذا الشجر هذا. وعلى أي حال فالله تبارك وتعالى يعني في الجنة لو استعرضنا يعني هذه الأشجار وهذا الذي قصه الله علينا، سواء أشجار جهنم والعياذ بالله أو أشجار الجنة، فالله تبارك وتعالى يسمي هذه الأشجار في الدار الآخرة بأسماء أشجار الدنيا، بأسماء أشجار الدنيا، يعني كما الله تبارك وتعالى ذكر أشجار الجنة، النخل والرمان والعناب وكذا كلها هي في الجنة، وكذلك الأشجار في جهنم يذكر الله تعالى شجرة الزقوم والضريع وشجر الضريع، والعرب تعرف هذا، العرب تعرف شجر الضريع وشجر الزقوم إلى غير ذلك كله. فالله تبارك وتعالى يجعل هذه الأسماء في سواء التي يعذب الله تعالى بها أهل النار بمقص الأشجار، أو الأشجار التي يعني يكرم الله تعالى بها أهل الجنة، فيعطيها أسماء أشجار الدنيا، ولكن ليست هي هي، ليست هي هي، إنما هي تشترك في الأسماء ولكنها تختلف سواء من حيث المرارة والحرارة أو من حيث يعني الحلاوة واللذة، وأتوبه متشابه، كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي كلما رزقوا في الجنة من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا الذي كنا نأكله في دار الدنيا، يعني من فواكه ومن يعني المأكولات، كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، أتوا به متشابها، أي يعني فواكه أهل الجنة تشبه فواكه يعني أهل الدنيا، فواكه أهل الدنيا، ولكن حجمها أو حلاوتها أو لذتها هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمه إلا الله تعالى. ولهذا جاء حديث عظيم في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات مرة بأصحابه، فتقدم إلى شيء يأخذه وهو في الصلاة، فرآه الصحابة رضي الله عنه، فلما فرغ من الصلاة سألوه، قال: يا رسول الله إنك قد فعلت شيئا لم تفعله قبل في صلاة، يعني صلاة أخرى، قال: إني أريد الجنة، وهو في الصلاة أريد الجنة، فأردت أن أتناول منها عنقودا، يعني عنقود من العنب، فأردت أن أتناول منها عنقودا، فلو أخذته لأكلتم منه ما بقية الدنيا، أي لو أخذت هذا العنقود الواحد لأكلتم منه ما بقية الدنيا، وأنتم تأكلون من هذا العنقود، وهذا العنقود لا يكمل. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مالك رحمه الله المرتضى بغيره من كتب السنة، فيعني ما يدل على نعائم الجنة، على نعيم الجنة، عنقود واحد تأكل منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهي تأكل منه ولا يفد، يعني لا يكمل، عنقود واحد من يعني من عناقه عنب أهل الجنة، مما يدل على هذا الخير والرزق الكثير الواسع
العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل السعادة في الدار الآخرة. بقدر هذه النعم وبقدر هذه السعادة بقدرها يعذب الله تبارك وتعالى أهل النار، كذلك عذاب عظيم وعذاب شديد، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إما أن يهلك نفسه وإما أن يسعى في نعيمها في الدار الآخرة. فالعاقل من عمل لإسعادها في الدار الدنيا، والغافل الأحمق الذي يسعى لهلاك نفسه. فالله تبارك وتعالى يعني لما يذكر أهل النار في بعض الآية الأخرى قال ويقول وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالإنسان هو يسعى في هلاك نفسه وهو لا يشعر، لا يشعر أنه يسعى في هلاك نفسه عياذ بالله، لأن العقل تعطل، عطل عقله أن يعمل في تفكير الآخرة، عطل عقله. فالعقل هو له أبواب ينفذ منها، فكثير من الناس عطلوا هذا الباب الذي يفتح عليه أمور الآخرة، وفتح عقله لأبواب الدنيا، لأبواب الدنيا. ولكن باب الآخرة يعني الباب الذي في العقل الآخرة هذا سده وأقبله والعياذ بالله. فعندما سد هذا الباب الذي يفتح عليه أمور الآخرة ويوصله بعواقب أموره أصبح لا يشعر ولا يأتي حتى على فكره وعقله أنه سيروح إلى الله وسيلقى جزاءه. كثير من الناس لا يفكرون في هذه الأمور، لا يفكر أنه سيقدم على الله وسيلقى جزاءه، لا يفكر بهذا ولا يأتي الفكر لأجل في هذه الأمور، لا يفكر فيها. ولهذا الله قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون، أي وليس لهم شعور بذلك. في آية أخرى ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون ما هم صائرون إليه، لا يعلمون ما هم صائرون إليه. هذا هو يعني الغفلة، وهذا هو تعطيل العقل. ثم سد باب القلب الذي يفتح يعني ينفتح للإيمان ولمعرفة الله، أيضا سد باب القلب يعني ما أصبح قلبه لا ينفذ إليه، لا تنفذ إليه الهداية ولا كلمة الله تبارك وتعالى. فالعقل معطل والقلب مطروح عليه والعياذ بالله، لأن العقل هو الذي يتأمل ويرسل تأمله إلى القلب، والقلب يدفع بالجسم إلى العمل وإلى يعني الأفعال. فالإنسان هذا الكافر عطل عقله في هذا المجال هذا. لا نقول عطل عقله يعني عطل عقله كله، لا، عطل عقله في هذا المجال، أي في باب الإقبال على الله تبارك وتعالى والإيمان بالله، عطل عقله في هذا الأمر، فتح عقله لأمور الدنيا، فتح عقله لأمور الدنيا، فصار يعني ماهرا حاذقا في الدنيا، ولكنه بالنسبة للآخرة لا يعلم عنها شيئا، كما قال الله تعالى في سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ظاهر حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا ما حصل في هذا الزمان لعالم الناس اليوم، هذا ما حصل الآن في هذا الزمان. والقرآن عندما سبحان الله عندما يقرأ الإنسان ويتأمل به ثم يرسل عقله وقلبه في الواقع، واقع الناس، تجد الآيات واضحة في واقع الناس، في واقع الناس. فتتأمل في قول الله تعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من، فالله لم ينفي عنهم أنه يعلمون،
لكن ظاهر الحياة الدنيا، ولكن وهم عن الآخرة هم غافلون. فتأمل في هذه الآية وسرح نظرك في العالم الآن، تجد الإنسان قد وصل إلى النهاية في أمور الدنيا، حصل على كل ما يحتاجه من الرفاهية ومن الراحة ومن السعادة، حصل على كل شيء، سواء في كل مجالات الدنيا. ولكن هؤلاء العباقرة في هذه الاختراعات وبهذا العباقرة تسأله عن معرفة الله، لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، بل لا يستمع إليه، بل يراك أنك تتكلم في أشياء هو لا يعرفها، لا يعرفها ولا يستمع إليها. هذه آية عظيمة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، غافل لا يعلم، هو لا يعلم على يعني على جهة الكلية، لا يعرف حتى الله، خلي واش هو غادي يعرف دين الإسلام، لا يعرف حتى الله، الله لا يعلم، لأنه كما ذكرت أنه عطل عقله وسد قلبه، عطل عقله وسد قلبه. ولهذا الله قال في سورة الملك عنهم لما دخلوا إلى النار اعترفوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار. الآن رجعوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار. فالآن هم قد اعترفوا بذنبهم، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. يعني الآن لما راحوا إلى لما عاينوا النار ودخلوها أقروا بأنهم كانوا في الدنيا لا يسمعون ولا يعقلون، لا يسمعون ولا يعقلون. هل كانوا فعلا لا يسمعون ولا لا يسمعون ولا يعقلون فيما ذكرنا دم الآن من يعني من معرفة الله تعالى؟ ما كانوا لهم سحر ولا عقل، قالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن فالآن لو ذهبت إليهم وقلت لهم أن أنتم لا تسمعون ولا تعقلون، هل يعترفون؟ يعني هل يرونك أنك على الصواب؟ لا، يضحكون عليك، تقول أنتم لا سمع لكم ولا عقل. هل يكرهون بما تقول؟ يقول هذا مجنون أو حمار. لكن يوم القيامة سيقولون هذا بألسنتهم، أننا كنا في الدنيا نعيش ولا نسمع ولا نعقل. فهذا هي مصيبة هذا الزمان التي يعني الإنسان وصل في الاختراعات العصرية وفي التكنولوجيا وفي الاختراعات العجيبة التي لو حدثت الناس بها قبل هذا الزمان لرأوك أنك في أساطير الأولين، أي تقص على الأساطير وخرافات. وصل الإنسان إلى هذه الأمور العجيبة الغريبة، ولكن تعالى بهذا الإنسان الذي وصل إلى ما وصل إليه، تعالى به إلى معرفة الله، تجده كالبهيمة، كالبهيمة. فإذا حدثته عنها أنك تحدث بهيمة. وهذا سبحان الله هو عبرة وآية للإنسان المؤمن، عبرة وآية للإنسان المؤمن. وليعلم المؤمن أن هذه النعمة التي أنعم الله عليه بها
هي نعم عظيمة قد هاز بها وفاز بها عن غيره من الناس. فسبحان الله، كلما تقدم الإنسان في هذا العصر في هذه العلوم، يعني الآن في اختراعات، كلما تعطل عقله وقلبه لمعرفة الله تبارك وتعالى، ولهذا يحصل به الاعتداء، ويحصل به الظلم، ويحصل به القتل، ويحصل به أنه يريد أن يستعبد العالم، وأنه يريد أنه يستعمر العالم ويستغل العالم، وأنه هو السيد الذي يجب تجب له الطاعة، وأن غيره هم يعني خدام له، وأنهم عبيد، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي الواقع هو هذا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في الدين، وأن يوصلنا وإياكم بمعرفة الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتدبرون القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.